مفيش شغل، انا اجيب من مساي البنغلاديش باكل شرب واجار بيت، وانا مريض بدفع حكيم ما فيني بمستعمل المصاري، ما فيني انا عندي ما قادر ما بدل لبنان. نحن ثلاثة أخوات وماما وبابا، خمسة شخص نحن فاميلي، بس أكبر واحد أنا، كله بده بلازم مصاري وفاميلي بيعيشوا بفهم. أنا في عندي دراسة، أصغر مني خيي بيدرس بنغلاديش يونيفرسيتي كوميلا فيكتوريا، ما فيني بدفع مصاري بشان بدرسه. هلا روح بنغلاديش في عندي شوي عرض ما كتير اشتريته، أنا اشتريته هم من لبنان، أخذت مصاري بيها اشتريته. هلا روح بيعه بيعطيك دين، ما حدا ما فيني في حدا بيحكي معه فاروق ممني، فاروق ما عطي دين، ما اخذت مصر، ما في حبه. ان شاء الله اذا بتروح بنغلاديش بيتزوج. وانا بعرف شغل كهربزي، بدبل هلا بشوف اذا بنغلاديش منيحه بياخذوا البنك المصاري، بيقول لبنان ما بعرف اسلاف او شيء هيك، بيصعبوا اذا فتح المحل بيسحبوا المصاري البنك، اذا ما في معادر بتروح بلد ثاني.